بيسانتي. دكتور جورج نوفل موجود معنا اليوم، طبيب أطفال أخصائي جهاز هضمي. بنحكي عن الأطفال ممكن يبلعوا أشياء ويغدرونا، إن كان أشياء صلبة أو أشياء سائلة، أو ممكن تكون مؤذية جدا لألون إذا ما كان في يعني كمان مكان ممكن تعلق فيه القطعة، وكمان هونيك في مشكل. أهلا وسهلا فيك دكتور. Thank you لك. هلا يمكن توصل على المعدة يمكن ما توصل، وهونيك المشكلة كبيرة. صح. بعد أكثر وأكثر. قد إيه يعني بخبرتكم قد إيه بيكون في هيك حوادث؟ الحوادث موجودة، يعني نحن فينا نقسمها لثلاث خانات. خلينا نقول في القسم الأول، يعني إذا بيبلع الولد الأدوية حتى بتكون أدوية تابعة لأهله أو لسته لجده. في الخير الثاني اللي هو بيبلع القصص الصلبة مثل الكوينز، المصاري القديه 500 ليره، 250، او قصص تبقى حاده مثل الدبوس او البطاريات، المغناطيس. اوكي. وفي الخانه الثالثه اللي بيبلعوا قصص السوائل، خاصه بتكون القصص المواد التنظيف بالبيت، غسيل تبع الثياب، الجلي او شيء ثاني، مواد ثانيه كمان بتحرق. يعني هون ثلاث خانات خلينا نقول. دائما المعدة ما بتقدر يعني تهضم هيك اشياء، وحتى يعني حبة دواء اذا ما كانت مخصصة للولد ممكن تكون عم تأذيه. صح. هلا بحسب الحالات، يعني حتى لو حبة وحدة، يعني هلا حسب الحالات. هلا مثلا نقول ناخذ الأدوية، مثلا ناخذ كل وحدة لحالها، تنقول بالأدوية عادة لأنه الأولاد الصغيرة ما بتبلع كميات كبيرة، غير يمكن المراهق، يمكن هو بيكون عن قصد عم بيخدهم. بس الولد الصغير عادة بتبلغ كميات صغيرة، بتكون يا بتكون قصص خاصة مثلا تنقول بالسيروب، البنادول للحرارة، أو انعطى بالغلط. هي الأشياء الطيبة لأنه طيبة بحبها، أو كم حبة. هلا حسب الأدوية، في أدوية بدك تاخذي كذا حبة أو كميات كبيرة تسمم الولد، وفي أدوية يمكن من أول حبة مثلا بتبقى خاصة بأدوية كهربة القلب أو شيء معين، اكيد ساعتها بدها يمكن الحبه وحده بتأذي. هلا اذا حكينا وقايه، بدنا كل هالاشياء ما تكون قدام الولد. صح. في كذا سبيل للوقايه، يعني خلينا ناخذ تنعدهم هيك كلهم مع بعضهم، تنقول بخانه الادويه، ما خلينا نضلنا بخانه الادويه. الشركات اول شيء هي اشتغلت على الموضوع. مثلا لاحظ كل شيء القنين اللي فيه سيروب بطل فيه الولد يقدر يفتحها. صعب فتحها. صح. اكيد من نماية الاهل هن كمان لازم يحطوهم بمتناول الولد، بيكون على رف عالي ما يقدر يطالع، لانه اغلبيه الاولاد اللي بيبلعوا القصص عمرهم 5 سنين واربع سنين وست سنين. هلا بالقصص الصلبه عاده اكثر شيء بتكون هي من وراء الكوينز، المصاري ال 500 ليره و 250. هي اكثر الحالات بتصير فيها. مثلا اخر ولد كان اجى لعندي كان عم بيعمل ماجيك، سحر على اليوتيوب، شاف الساحر انه كيف بيخفي ال 500 ليره بتم، وبقى عم جرب يخفي مثله هو بلع. بس كمان في انه كمان بيكون عم بيلعبوا بالعاب، بيبلعوا العابهم الصغيره او البطاريات او الماجنت المغناطيس، وهوديك كمان مأذيين اكثر، لانه اذا بناخذ الكوينز ما انهم مأذيين مبدئيا. يعني اذا ولد بلع شيء 500 ليره، يعني مش تعتل هم الام، لانه الا اذا كان في الولد حس حاله عم بيختنق، اكيد هذا غير وضعه. لا، اذا علقت بالجهاز التنفسي. ايه، بالجهاز التنفسي. او اذا هو ما انه حاسس بشيء، يعني ما انه معلق بالمريء ال 500 ليره، ما انه علقانه بالمريء، يعني ما بيكون في عنده العيان، نفس استفراغ، ما عم بيعمل ريالتي يبزق كثير، فينا نتركه ونراقبه، ورح نلاحظها تظهر بالكاكا. يعني ننطر 3 اسابيع لشهر. هالقد؟ ايه. في حال ما ظهرت بقيت بقى بالمعده، ساعتها بنشيلها بالمنظار بالناظور. بينما غير القصص مثلا معقول تضر اكثر، لا ما فينا نتركها هالوقت دغري نشيلها. نعم. هي مثلا البطاريات، خاصه البطاريات يلي بيجوا هيك اوريزونتال مبرومين. هاي البطاريه اذا مثلا علقت بالمريء، يعني بالاسوفاج تبع الاكل، بتقدر تحرق. ليش؟ لانه البوزيتيف والنيجاتيف تبعها قراب من بعضهم، بس يسكر المريء بتقطع الكهرباء. هي لازم نشيلها دغري. هلا اذا كان بالمعده بنشيلها دغري، بس انه اقل ضرر ما تكون بالمريء. الماغنت المغناطيس كمان بضر اكثر واكثر. ليه؟ لانه خاصه هودا اخر شيء اللي عم يحطوهم بالالعاب، مع انه هلا منعوهم لانه اذا بلع واحد ماغنت هينه، بس اذا بلع كذا ماغنت اكثر من واحد شو بيصير؟ لانه المصران بيجي هيك بقى في يكون ماغنت هون وماغنت هون، واحد سبق الثاني، وبما انهم كثير قوية بيلزقوا على بعضهم. أيه. بقى بصير الغلاف تبع المصران بيقدر ينخزق، وبصير في كل هالسوائل الموجوده بتنكب، هي بصير في بدها جراحه. هلا في قصص كمان اوقات اولاد بتبلع دبوس او شيء حاد،
بعدين حسب الحجم كمان، اذا عمره تحت السنه، اذا كان حجم اقل من 3 سنتيمتر فينا ننطر، اذا منه حاد اكيد منه ماجنت او بطاريه، اذا فوق السنه عمره فوق ال 5 سنتيمتر كمان ما فينا ننطر لازم نشيله. بقى كمان هون الشركات كمان اشتغلت على هيدا على الوقايه، يعني خلينا نقول اول شيء بنلاحظ انه البطاريات بحطوا لهم اللعب، بحطوا لهم مثل برغي بسكر على لما يخلي الولد يقدر يشيل البطاريه. الماجنتس مثلا هودي اللي مأذيين اللي كثير قوية منعوهم من السوق، بطلوا يستعملوهم بالالعاب تبع الاولاد. واكيد مثلا كل لعبه بحطوا عمر لها، مش بس كرمال خلينا نقول الحاله الفكريه للولد اذا بيقدر يلعب فيها او لا، مثلا بقول مثلا مش تحت الخمس سنين او ست سنين، لانه في قصص ممكن الولد يبلعها العاب صغيره تكون بلاستيك يعني بيقدر يبلعها. هلا بالقصص السائله مثل الديترجنت كل شيء مواد تنظيف وهيك، اكيد هون كمان هون دور الاهل مهم كثير، كل شيء بحطه غراض بالمطبخ او كان غير مطرح بغرفه بتكون دائما على المسكره الخزانه، ما ينترك شيء قدامهم. ولانه خاصه في عندنا في قصص بتاذي اكثر بتكون البودر يلي من بودره بتاذي اكثر من السائل، اكثر من السائل، لانه البودره بتقدر يعني بس يبلعها الولد بتضل مطرحها، بتقدر تعمل حرق اقوى بكثير من انه يكون سائل يلي بينزل دغري. هيدي يعني كل الاعمار ممكن ان يعني اعمار كمان اكبر شوي ولا بس الاعمار الصغيره بتصادفوها؟ هلا عادة الاعمار الصغيرة بتصير بحوادث بالغلط يعني عادة تحت ال 50 ايه بالاعمار الكبيرة المراهقين بيكونوا اول شيء المراهقين غير شيء، بس عم بحكي يعني هي تحت ال 5 سنين مثل ما كنا عم نقول او كمان فوق ال 5 سنين يعني حتى لما بيكون واعي الولد معقول يصير معه حادث. هلا يلي مثلا اخر ولد يلي مثلا بلع الكون كان عم لانه فاتح اليوتيوب هو بده يعمل ماجيك عم بيتقلب كمان عم يلعب بتصير معه هالحادثة بتصير على الحبس. اكيد كل ما يكبر الولد كل ما بيصير اوعى كل ما بيقدر يتجنب. يعني قد ايه كمان منيح نوعي الاولاد على كل هيدي الاشياء، مش ننطرها تصير وبعدين نرجع نوعيهم عليها، لانه بيفهموا كثير منيح قد ايه ممكن تكون مؤذيه. لاي درجه ممكن يكون في مشكل بده علاج طويل؟ كمان حسب، خلينا نقول اذا اخذنا اول خانه تبع الادويه، عادة أغلبية الأدوية فينا نعمل غسيل معدة بس يصاروا على المستشفى. هلا إذا بدك يعني أول ما تصير معها الحادثة شو لازم تعمل الأم؟ خلينا نبلش من هون، الأم كيف تتصرف؟ أول شغلة إن كان بالأدوية مهم كتير تعرف أي دواء انبلع وتجرب تشوف مثلا تنقول مش دغري لو فيها تجيب معها العلبة على المستشفى. ليش؟ لأنه تنقول نحن مثلا نعرف إنه هيدي فيها 10 حبوب ناقص منها خمسة، نعرف انه بلع خمسة تنقدر نقدر مضبوط قد ايه بلع الولد. صح. هلا فيها كمان في عندنا كمان هون بلبنان سنتر اونتي بوزون، مركز ضد التسمم، فيها تتصل فيه بيقدر يفيدها بهالشيء، وفيها كمان تتصل بطبيبها. اكيد ما كمان ننتبه الشغله عادتنا بالعادات بنقول خليه يشرب حليب بشيل التسمم او خليه يستفرغ الولد يعمل فوميسمون، اكيد لا هذا الشيء بضر، مش لازم نعمل. والمي اللي اوقات مش لازم نعمل شيء ولا شيء ما نخليه، نحن بالعكس لازم نجيبه على المستشفى اذا كان في شيء. هونيك بنعمل مثل غسيل معدة، اذا كان لازم نعمل غسيل معدة، وفي ادويه بنعطاها انتيدوت مضاد مثل بنقول البنادول في له مضاد، في قصص اللي بتنيم يلي بياخذوها الاهل الى مضاد، قصص ادويه للقلب الى مضاد، كل شيء له 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 حالاته حسب كمان الدوز اللي بنقدرها. اذا اهم شيء يكون اكثر شيء معلومات ممكن ناخذ عن شو اخذ الولد ونتوجه الى المستشفى. صح. هلا مثلا بالقصص اللي عم بيبلعوها القصص السوليد يلي الصلبه، اذا ما في ضيق تنفس يعني ما علقانه بالمجرى الهواء، ومثل ما قلنا اذا قصص منا حاده صغيره الحجم خاصه مثل الكوينز او شيء وما في مشاكل، في يعني فينا نجي على رواق، ما بدها هلع. هلا اذا اكيد اذا كان في شيء خاصه مثل البطاريه او الماجنت المغناطيس، هون ساعتها لازم كمان يتوجهوا على المستشفى تتقدر الوضع شو بدنا نعمل. اذا كان الولد كمان عم بحس بعوارض كمان لازم يروحوا على المستشفى اكيد باسرع شيء تنقدر حسب الشغل البلاعة نقدر نشيلها بسرعه. هلا المشكله لما ما بنكون عارفين شو بلع. ايه هلا في اوقات مثلا بيبقى الخي الصغير بخبرنا شو خيه شو بلع واخته، بكون عم بيلعبوا بقصص العاب، لازم كمان يعني يجربوا يجيبوا معهم كل هالمعلومات نقدر شو في حوالي الولد. احنا بنجرب نعمل صوره اكيد. هلا الصوره الصوره بتساعدنا كثير اكيد، يمكن مش بكل الحالات بس بتساعدنا بكثير مواضيع. هلا بالنسبه للمواد السائله مثل الديترجون وكل شيء هذا غيره، عادة الولد ما بيبلع كميات كبيرة، لأنه يعني أول ما يبلع طعمته وريحته مش منيحة دغري بيوقف،
بس بصير في هلع عند الاهل. ليش؟ لانه بسنتين اول عم يبلع شيء بيوقع على التياب، بيوقع على وجهه، بتشوفي كميه كثير كبيره. اول شغله بدها تعملها الام دغري بدها تغسل وجه الولد. اوكي، لانه كمان ممكن يكون حرق كمان خارجي. صح، خارجي، او اذا شيء بالعيون نحط مي على العيون، ما ننشل حطيبه كلها، ما فينا نترك هالروائح كلها موجوده. ودغري نتصل اكيد بالطبيب او نجيبه على المستشفى هون كمان تنقدر. وكمان كثير مهمه نجيب البرودكت الماده يلي اخذها الولد. ليش؟ لانه بتفرق بين ماده وماده، بين البي اش تبعها حسب درجه الاسيد تبعها. عاده المواد يلي بتعمل مشاكل حرق بده يكون البي اش تبعها تحت 2 او البي اش فوق ال 11 12 وما فوق. يعني يعني القصص اللي بتكون بالوسط بتأذي بس منا هالشيء الكبير. يعني من قصص كثير اوقات بتسمى بيبلع ولد، تنقول يلي بنسميه بالاوتجافيل بالبيت عنا، منه مأذي مبدئيا يعني، لانه كثير ديلويه كثير مخفف بالمي. عادة بتقطع، اكيد لازم نستشير الطبيب، بس اكيد بتقطع الحالات. اكثر شيء اللي بتعمل مشاكل هن المواد مثل الغسيل تبع غسيل التياب تبع الجلايه، هودي هن بيعملوا مشاكل. اذا كل هالاشياء تكون مش بمتناول اول شيء الولد. اما الالعاب ننتبه شو هي الالعاب يلي عم يلعب فيها هيدي وقائيا، ولكن اذا صار معنا اي حادث فاذا ضروري نكون اكثر شيء معلومات عن الشيء اللي بلعه الولد يكون معنا والى المستشفى دغري. شكرا لك دكتور نوفل، اهلا وسهلا فيك. وقفي هلا بنرجع بنتابع لايف.